رح نبلش حصادنا اليوم بلبنان بهاشتاج صغير اللي هو This is Lebanon. فيديو كتير حلو راح فايرل من امبارح لليوم وصار جايب 24 ساعة تقريبا 30,000 فيو. خلينا نحضره سوا ونرجع بركي بنعلق عليه سوا. وقمح مناظر خلابة عن جد، واحد بفكر انه هيدا برا، لا هيدا بلبنان. مزبوط، الفيديو اطلقوا على السوشيال ميديا راني ناصر وسماح القاضي اللي هن صوروا كل هالشوتس الحلوين، عن جد من اجمل الشوتس شفناهم بلبنان. اطلقوه على السوشيال ميديا مصور كله بالشوف، بس رح يلحقوا فيديوهات تانية مصورة بتنورين، بإهدين، بشحتول، بالأرز. وهيدي الكامبين اللي اسمها This is Lebanon هدفها اول شيء من اسمها بنعرف انه هيدا هو لبنان اللي نحن بنحلم فيه، بس كمان هدفها نوعي شوي على النظافه بالطبيعه وعلى كيف نحن اوقات عم نجوي طبيعتنا، لانه حتى عرفنا من الانترنت انه اللي صوروا هالفيديو هن وعم بيصوروا اضطروا اوقات يلموا شويه يمكن وسخ عن الطريق او يمكن اطارات مكبوبه على جنب كرمال يقدروا عن جد يكمشوا احلى صوره، فاستفادوا من هالموضوع ليوعوا الناس على كيف فينا نعامل طبيعتنا وقد ايه فيها تكون صوره لبنان عن جد حلوه. جنة لبنان عن جد جنة، نحن اللي عم نعمل جهنم للأسف الشديد يعني، ونحن روحنا الشجريات تبعولنا. بس بدي أعلق شغلة بأرز الباروق، إذا واحد عن جد بده يعرف شو يعني النظافة وكيف لازم يكونوا حوالى بيتنا وكيف لازم يكون يطلع لفوق يشوف، ما بتشوفوا يعني أشي مش موجودة وبيهتموا فيهم كأنهم أولادهم، مش معقول فظيعين فوق. واجب علينا كلبنانيين أن نزور هالمنطقة من لبنان يلي كتار منا بيجهلوها ما بيعرفوها. وكمان أكتر من هيك فينا كلنا نستعمل الهاشتاج This is Lebanon لحتى أول شيء مش بس نشوف الفيديو، نشوف غير صور الناس منزلينها، وكمان نصور صور يمكن نحن بالباروك أو بحيالله منطقة شفنا شيء حلو. هالهاشتاج حلو اللي أطلقوه، فبركي كلنا we can join it.